حضرنا اليوم في وقفة الكرامة أمام محكمة الاستئناف ببني ملال استجابة لدعوة جمعية المحامين الشباب ببني ملال التي دعت إلى هذه الوقفة ولبتها جميع جمعيات المحامين الشباب بالمغرب وإطارها الجامع اللي هو فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب. وقفة اليوم جاءت للتضامن مع هيئة بني ملال لأنها الهيئة الوحيدة في عموم التراب الوطني التي لا زال محاموها ومحامياتها ممنوعين من ولوج فضاءات المحاكم في جميع محاكم الدائرة القضائية ببني ملال. في بني ملال في قصبة تادلة في مراكز الدائرة الاستئنافية ككل ممنوعين منعا تاما من ولوج المحاكم، وهذا يثير الاستغراب بالنظر لأن جمعية المحامين جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتفقت مع السيد رئيس النيابة العامة ورئيس المنتدب المجلس على السلطة القضائية على حل مشكل ولوج المحامين للمحاكم وتكليف أعضاء المجالس بالقيام بهذا الدور. الغريب هو هذا المنع المستمر لهيئة بني ملال رغم أنها عضو في جمعية هيئات المحامين بالمغرب ويشملها هذا الاتفاق، وبالتالي هذا المنع وجب علينا نحن كمحامين ومحاميات في جميع أرجاء الوطن أن نتضامن مع زميلاتنا وزملائنا في هيئة بني ملال طالما أننا رفعنا الشعار منذ البداية أن منع أي محام هو منع لجميع المحامين عبر ربوع الوطن. اليوم جئنا إلى هذه الوقفة الوطنية تلبية لنداء جمعية محامي الشباب ببني ملال وكذلك لنداء فيدرال جمعية المحامين الشباب بالمغرب للتضامن مع زملائنا وزميلاتنا بهيئة بني ملال العتيدة، وذلك لنعبر بصوت واحد بأننا متضامنين وبأننا جسم واحد وما يمس زملائنا بهيئة بني ملال فهو كذلك يمسنا، وأيضا لرفع شعار وهو إسقاط الدورية المشؤومة لمخالفتها لجميع المواثيق الدولية وكذلك لمخالفتها للقانون والدستور. وبالتالي اليوم جئنا من أكادير ومن قلميم ومن العيون لنعلن تضامننا المبدئي والله مشروط مع هيئة بني ملال. جينا اليوم لبني ملال تلبية لدعوة جمعية المحامين الشباب ببني ملال وذلك على أساس المشاركة في الوقفة الوطنية التي كانت من قبل من تنظيم الفيدرالية بالرباط وتم نقلها إلى هنا إلى مدينة بني ملال، ولهذا لبينا الدعوة الجمعية المحلية ببني ملال للمشاركة على أساس أنه ضدا للدورية الثلاثية التي صدرت من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ضدا للمواثيق الدولية وللدستور ولمرسوم حالة الطوارئ.